مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، وضيفنا في هذه الحلقة هو الصحفية هنادي عثمان، وحتتكلم عن الأوضاع في بورسودان وعلى الطريق من بورسودان إلى مدني وأسعار السلع والأوضاع المعيشية وغيرها من الأوضاع. وفي البداية بنقول لها مرحبا بك في راديو دبنجا. طبعا يعني مجرد ما وصلنا مطار بورسودان كان في تكدس يعني في المطار. المطار ذاته امكانياته كانت ضعيفه جدا، يعني حتى يعني الامكانيه بتاع طياره واحده ما كانت بتسع، يعني كان في حتى تاخر شديد. يعني نحن وصلنا الطياره كانت بتنقل المعتمرين اللي هم كان الطيران شغل طيارات وبدر، وافتكر طيارتين يعني بتجي في اليوم، لكن كان المسافه بيناتهم يعني مسافه طويله، وبعد ذلك يعني الحياه كانت فيها تاخير شديد يعني نظرا للتكدس بتاع المطار، والمطار ذاته صغير يعني ما بيستحمل الكم الهائل من الناس. بعد ذلك وصلنا بورسودان كانت في ازمه كبيره بتاعت مواصلات، وكان في ارتفاع يعني بصوره يعني كبيرة جدا، ارتفاع في الأسعار في أسعار البساط اللي هي تنقل الناس من بورسودان إلى مدني إلى كتلة إلى كل ولاية السودان. يعني أنت ممكن ترجع من بورسودان، لكن كانت أسعارها خرافية، يعني الأسعار كانت بتتراوح بين 50,000 للنفر الواحد، وفي عربات صغيرة مثلا بكاسي يعني برضو شغالة، يعني كانت بتنقل الناس النفر ب 100,000 سوداني وكذا. يعني في أثناء ما اتحركنا من بورسودان كان يعني بيتنا في هيا، لما انت تصل هيا طوالي بيقول لك الباصات لازم تبيت، يعني ما في باصات تتحرك ليلا من بورسودان إلى كل مدن السودان، لازم تبيت في الشارع لأنه قالوا الطرق غير آمنة، يعني السيكوريتي فيها ضعيف، عشان كده لازم الباصات تبيت لأنه احتمال يكون في نهب في الشارع، احتمال يكون في قطع طرق وكذا. فاضطرينا نبيت في هيا واتحركنا، كان من الساعة 5 وصلنا تاني يوم لمدني الساعة 5 المساء. الباصات دائما بتتحرك وبتتوقف في محطات كثيرة يعني في كل المدن، وكانت يعني في أثناء الطريق يعني لاحظنا ما كان في أي وجود للدعم السريع على النقاط بتاعت التفتيش العادية القديمة في المدن، يعني هنا سهية ودورديب وسنكات وكوكر وإنت جاي ماشي، يعني لقيتنا بس دبابة واحدة في خشم القربة، لكن حتى الإمكانيات بتحت النقاط يعني إمكانيات للأمانة ضعيفة جدا، يعني بترجع عسكري شايل البندقية القديمة فبوقف العربية وبيقول لها مري، لكن ما قابلتنا يعني أي مظاهر بتاع التسليح. لكن بالليل يعني بحسب ناس البصات بيقولوا إنه هم ما بتحركوا بالليل لأنه في قطع طرق بتوقف الباصات بالليل وبتنهب المارين، عشان كده دائما الباصات كانت بتبيت في الشارع. من ملاحظاتي ايضا كان يعني بص جاي من بورسودان كان في 20 باص بيكونوا متحركين من مدن مختلفه من السودان، من مدني مثلا لبورسودان، من عبوبة لبورسودان. يعني انا في افتكر في دورديب قابلت يمكن قريب 20 باص، 20 باص حتى سألتهم، يعني كنت بسأل الركاب كيف الأحوال، فبقولوا الأحوال في الخرطوم يعني أحوال ما آمنة، عشان كده هم ماشيين بورسودان. انتوا ماشيين بورسودان ليش؟ هم قالوا ماشيين بورسودان في ناس مغادرين عبر بورسودان، يعني دارين يشوفوا المواني أو إذا في طريقة طلعهم برا يعني للسودان عبر بورسودان، وفي ناس عندهم إغامات دارين يسافروا، وفي ناس عندهم أهل دارين يبعدوا عن مناطق الحرب وعايزين يقعدوا في بورسودان لحد ما تنجلي الأزمة. فدي كانت من ملاحظاتي إنه في كمية من الباصات يعني يوميا يمكن تكون يعني حدود 20 باص بتنقل المواطنين من مدن مختلفة لبورسودان. في بصات بعض البصات يعني نادر جدا بتقوم بتمشي الخرطوم، بتمشي الخرطوم عندنا منطقة معينة أفكر
يعني انا صراحه ما عارفه هي المنطقه شنو، لكن يعني بس بتنزل الناس هناك، افتكر عند مدخل الخرطوم يعني، فهي قالت بتمشي لحد هناك بتوصل الناس، لكن الباصات ما بتخش جوا برضو نظرا للحاله الامنيه. الحاجه الثانيه يعني كان في ارتفاع يعني في غلاء المعيشه، وارتفاع يعني في 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 اسعار السعر تحت الانترنت يعني كانت مضاعفه. يعني زمان لما الكريت كان مثلا ب 2000 هم طوال عملوه ب 4000، اذا الكريت مثلا ب 5 بيعملوه ب 10 وهكذا، واذا كان ب 1000 و2000 وكده يعني. وطبعا في ارتفاع في اسعار الاكل والشرب مضاعف برضه، المويه العاديه يعني كانت برضه غاليه اسعارها مضاعفه، ففي صراحه في تكسب يعني في الازمات يعني من قبل الناس. حتى لما سالت من الارتفاع بتاع الاسعار فقالوا انه هم يعني مثلا زي الكولا وكده قالوا بيمشوا يجيبوها من الحبشه وتكلفتها عاليه جدا، عشان كده هم مضطرين يضعوا عليها اسعار جديده. يعني بالنسبه مثلا للكولا للبسكويتات بالنسبه للحاجات الناس بتاخدها في الشارع يعني بتتشوم بها او بتتزود بها وهي ماشيه على الطريق يعني. فدي من المظاهر اللي كانت قابلتني وانا جاي من بور السودان الى واد مدني، احنا محطتنا كانت واد مدني. بعدك في مؤتمرين يعني، حتى المؤتمرين يعني في جدة كانت برضو يعني ظروفهم كانت ظروف سيئة جدا، فكان برضو في تكدس في المواني، تكدس في الطائرات، في ناس يعني حتى عملوا لهم بروسيس يعني لفترات طويلة يعني، لأنه كانت كمية كبيرة من المؤتمرين وكانت أحوالهم صعبة جدا، لكن كانوا رغم الحاجات دي كانوا مصرين إنه يمشي السودان عشان يطمئنوا على أهله يرجعوا ويشوفوا أهله. طيب أسعار الشقق والسكن يعني بالنسبة للسكن في بور السودان كان كيف؟ والله أنا سألته طبعا سألته يعني، حتى الناس بالكمية حتى الناس الكبيرة خصوصا دي يوميا أنت شوف في 20 بس يوميا بتجري، لأنه أنا سألته برضو الكماترة وسألته سوال، فقال لي يعني يوميا بتحركوا مثلا بصين من بور السودان جايات على إذا كان مدني إذا كان يعني مثلا كسلة الغرائب وهكذا، بيكون يعني عدد الباصات قليل مقارنة مع الباصات الداخل الخطوط دي كلها قامت ساهمة في أسعار ارتفاع أسعار الشقق. سألتها بأنه ارتفاع يعني حتى ما في سكن في بور السودان، لأنه بيقولوا كل المناطق يعني حتى الناس يطلقوا الناس في بيوتها، في ناس أجرت للناس في بيوتها، مثلا يعني واحد بيقول لك والله أنا يعني ساكن في بيتي لكن أجرت غرفة للناس، فكمية من الازدحام. وحتى الخرطوم ذاتها يعني كمدينة يعني رحلت لبور السودان عشان ما تمشي أمورها، ففي تكدس في الفنادق، ما في حجوزات يعني، قدر الفنادق الموجودة في بور السودان قدر الشقق الموجودة كلها مؤجرة، وبعد ذاك الناس بتستضيف يعني في ناس بتستضيف أهالية وكده، فانت ماشي في الشارع ما يعني، وحتى نحن لما جايين من بور السودان الناس بتنوم يعني برا، بتنوم قدام البيوت وقدام يعني في الشارع بتشوف الناس يعني حتى في المدن الصغيره وكده، فبتلقى الناس نايمه يعني نايمه في الشارع. فسالت في حتى في مطار بور السودان، مطار بور السودان كانت الناس نايمه على. في ختام هذه الحلقه من برنامج مع المواطن بنشكر الصحفيه هنادي عثمان اللي قدمت لنا إفادات حول الأوضاع في مدينة بور السودان وعلى الطريق من بور السودان إلى مدني، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.